أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا ضيف رائع، ضيف عزيز جدا على قلبي، الأخ رياض أمير البحث شجاع البغدادي. خلونا نرحب فيه. حبيب قلبي جان، وانبسطت كثير انه استضفتني من جديد لهالبرنامج الرائع، برنامج الجهل، وتحياتي لكل المشاهدين ومتابعينك. اهلا وسهلا فيك اخي رياض، بس ما قلت برنامج الجهل ولا انا سمعت الجهر بالإلحاد لمن استطاعوا إليه سبيلا. فكرت برنامج الجهل. لا لا، الجهر بالإلحاد، ولو معروفة، ما في غنى عن التعريف. اكيد اكيد اكيد. هلا الصلاعي من اصدقائنا مبسوطين بهالنكته هاي. على كل حال، نحن طبعا اليوم موضوعنا راح يكون عن نشأة الكون. طبعا اصدقائي، انا بحب اقول لكم من البدايه، انا واخي رياض مانا علماء فيزياء ولا لنا علماء فلك ولا لنا علماء فيزيائيين، يعني الفيزياء الفلكيه، ولا متخصصين. نحن بدنا نسرد سرد بشكل ادبي، بشكل اللي بنعرفه، معلوماتنا اللي عنا، يعني اللي قريناها بالكتب وشفناها بوثائقيات وهالمسائل هي. ف بس لتبسيط الأمور، يعني تكون أمور مبسطة لأصدقائنا الملحدين الجداد، الناس اللي ما بتعرف شيء عن الموضوع، بشكل أدبي بشكل مختصر يعني نحاول نحكي فيها. وطبعا بعد شي نص ساعة راح أفتح السكايب، والسكايب موجود تحت الفيديو بجان دوت بروتو. بتمنى مشاركاتكم طبعا وأسئلتكم وتعليقاتكم. طبعا أخونا رياض موجود ونوره طفى الكهرباء مثل ما بقولوا. تسلم. طيب اخي رياض، نبدا بالبدايه. شو هو الانفجار الكبير؟ هلا بيقولوا لك انفجار الكبير وانفجار الكبير ومثل ما بقول صرعونا فيها، شو بنعرف عنه؟ تفضل. تسلم حبيبي أنت، أول شيء تحياتي. بالنسبة التسمية أصلاً خطأ، هو مش انفجار مثل ما بعض الناس بيفكروا، انه مثلا الله كان عامل سيارة مفخخة وطلعت لنا شوية نجوم وكواكب هيك على طول كوني فكانت. لا 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 لا، ابدا ابدا. هو اصلا اللي طلع بهذه التسمية المشهورة رجل كنيسة كان عم بيتمسخر هو، يعني شو بدكم تقولوا عليها، بيج بانج مثلا؟ هو كان عم بيقول بيج بانج مسخرة، مش كان هو أصلا مش مصدق بالفكرة، رغم أنه هو كان رجل دين مسيحي. يعني هذا العالم فلك أو عالم كوزمولوجي، وهذه من إحدى الأسئلة الكبيرة اللي براسي، أنه كيف قدر يجمع بين علم ويجمع بين أسطورة من جهة تانية. فهاي هذا بحث آخر. فهو عادي يتمسخر ويقول لك بيج بانج ومشت وتسجلت وبلش الرايح والجاي يقول لك بيج بانج، يعني انفجار عظيم. لكن المختصر المفيد حتى ما نطولها، هي تضخم وتوسع مثل المطاط. يعني تتخيل لو كان عندك شقفة مطاط من اللي احنا نقول بالعراق النفاخة، او يسموها البالونة، بالون، وبشكل سريع ومدهش اتسعت. هذا التوسع هو المقصود به بالانفجار. وأحب أنبه أيضا أن الانفجار هي ليست البداية، مثل ما يفكر أغلب المستمعين وأغلب المشاهدين، مفكرين أن الانفجار يعني هاي هي نقطة البداية، ما كان في شيء، كان في عدم وفجأة بوم وصار في انفجار. لا، مش هيك أبدا. والعلماء لحد اليوم عم بيقولوا لك، روح اسأل أي واحد مختص، أن الانفجار هي مرحلة ثانية وليست مرحلة أولى، هي مرحلة ثانية في التكون. وأظن هذا يعني جواب سريع على أول سؤال. أخي رياض، آسف كان الصوت منقطع. طيب، نحن بنعرف الذرات تكونت أظن يعني 300 مليون سنة الأولى بعد الانفجار، مظبوط؟ إيه، شو طبيعة الانفجار؟ شو كانت طاقة فقط؟ بعدين كيف تحول صارت الذرات؟ كيف تحولت للذرات مثلا؟ يعني أول شيء بنعرف الهيدروجين إجا والشموس الهيدروجينية أظن يعني. فيا ريت تشرح لنا، تعطينا فكرة مبسطة عنها.
أهم شيء إن الواحد يتذكر. أنا حطيت عليها حلقة في قناة اليوتيوب اللي عندي بخصوص الفراغ الكمومي، حلقة بعنوان الفراغ الكمومي، وتذكرت موضوع وإحنا عم نحكي، لأن أنا نزلت الفيديو على قناتي على الفيسبوك، بس يبدو أن الفيسبوك صلعمية أكثر مما توقعنا. فالفيسبوك راحوا سكروا الحساب هلا، وهلا انا فاتح حساب جديد نمبر 2، وراح ارجع انزل الفيديو من جديد، فيديو بيتكلم عن الفراغ الكمومي. فلازم انه اول شيء نقول العلماء بشكل عام لساتهم عم بيبحثوا في هذا المجال، والبحوث لا زالت مستمرة. ومن الخطأ الكبير أنه يأتيك شخص ويقول لك بما أنه لم نصل إلى جواب بعد فمعناته الله هو السبب، أو الله هو الذي تدخل وخلق. هذا يعتبر جهل أكثر من الجهل بعينه. هذا يسموه إله الفراغات، أو بالإنجليزي the God of the gaps، وهذا غير صحيح. ولكن كل العلماء على الإطلاق، رغم اختلافهم بالميكانيزم، رغم اختلافهم بالكيفية، متفقين أنه لا بد من وجود مادة. هذه المادة مجهولة، لكن لا بد من وجود مادة. فتتذكر المعادلة التي وضعها الشيخ الكبير المفكر المبشرين، من أحد المبشرين بالجنة، ألبرت أينشتاين. فأينشتاين حط لك المعادلة E equals MC square. أظن إحنا كلنا، وأتمنى أنه بقول كلنا مرت علينا هذه المعادلة الفيزيائية المشهورة. وفي ناس بيعتقدوا أنه أينشتاين أخذ جائزة نوبل على هذه المعادلة، بس مش مزبوط. لا، هو أينشتاين بيستحق في الحقيقة كذا، ويعني هو لم يأخذ غير جائزة واحدة، لكن هو يستحق جوائز كثيرة على أفا من يشيل بنوبل. لكن هي سياسة. كان هو واضع معادلة فيزيائية بخصوص الفوتون، كيف أنه تمكن من الوصول أن الفوتون لها خاصية التموج وخاصية التكتل في آن واحد، يسموها بلغة العلم the wave function of the particle, the wave function. يعني يكون الجزيء الذري، اضرب مثلا الفوتون، لها خاصية التموج، ولكن في ذات الآن لها خاصية التكتل. تجربة من التجارب الشهيرة جدا التي تم الكشف، لأن نحن لا نقول كلام بالهوى، نحن نقول كلام وفقا للتجربة. وساعة ما وجدت إثبات والدليل والبرهان الساطع بالتجربة، الفيلسوف ينخرس. فرق بين الفلسفة من جهة وبين العلوم من جهة أخرى. وعلى فكرة أول من تكلم بالذرة هو أعتقد أبيكريتوس من المفكرين اليونان، يعني قبل المسيح ب 300 سنة 400 سنة تقريبا. فهذه المعادلة أرجع وأعيد وحتى ما نتشعب، الـ E equals MC square بالزبدة بالمشبرح، أنه هناك علاقة ترابط منعكسة بين المادة الكتلة وبين الطاقة. ما هو قانون الطاقة الفيزيائي المعروف؟ تعلمناها منذ صغرنا، أن الطاقة لا تخلق، الطاقة لا تولد، الطاقة لا تفنى، ولا تنعدم. فكر بها شوية وركزوا فيها شوية. أرجع وأعيد، هذا تعريف موجود في مادة محترمة مثل مادة الكيمياء، وهي تبنى أن هي متعلقة في موضوع الثيرمودينامكس، وهي أيضا متعلقة بالفيزياء. ما هو القانون؟ القانون الطاقة، الطاقة لا تخلق ولا تولد ولا تعدم، بل تتحول من شكل إلى آخر. وهذه لها علاقة في المعادلة الفيزيائية التي وضعها E equals MC square. فإذا هذه الطاقة تسبق الانفجار العظيم. خاصية هذه الطاقة لا زالت مجهولة،
ما قبل الانفجار العظيم مجهولة، لكن عندنا أمل في البحوث الآن جارية في جنيف في مبحث اسمه سيرن، عالميا معروفة سيرن، وأيضا في الولايات المتحدة في هذا اللي يسموه هذا Large Hadron Collider LHC Large Hadron Collider، يقومون ب هي مثل الدائرة وحجمها كبير جدا، هذه المواسير أو الإسطوانات تفوت في كذا بلد، تفوت في ألمانيا وفي فرنسا وتعود إلى سويسرا، ذرة يبعثونها بهذا الاتجاه وذرة أخرى في اتجاه معاكس، ويتم الارتطام بين هذه الذرتين وتولد لنا جزيئات غريبة عجيبة لم تشاهد من قبل. ومن خلال هذه التجارب تمكنوا من إثبات فرضية هيجز، The Higgs boson، قبل تقريبا سنتين ثلاثة تقريبا. هذا الهيجز بوزون هو الذي يفسر لنا كيفية وجود الكتلة للأجسام والجزيئات الذرية، كيف تكون لها كتلة، كيف تكون لها ماس بالإنجليزي ماس. على أي حال، فهذه يعني بالمختصر المفيد، هذه الطاقة تتحول لظروف فيزيائية إلى مادة، ومن هنا نستطيع أن نقول أن بعد الانفجار العظيم كان هناك elementary particles. يعني شنو elementary particles؟ يعني جزيئات ذرية، يعني حتى الذرة نفسها لم تكن متواجدة، مو مثل ما أنت مفكر أنه كل شيء تم بلمح البصر، ولكنها تشبه إلى حد ما تقدم تدريجي شبيهة بأختها نظرية التطور والارتقاء الداروينية، أنها ليست كوني فكانت، وإنما هي تراكمات تدريجية بفضل القوى الطبيعية بدون تدخل خارجي، بدون توجيه خارجي منها وفيها خاصية المادة. فتكونت لنا في بداية المسألة، أنت مفكر أنه مثلا 10,000 سنة؟ لا، 20,000 سنة؟ لا، بل ملايين السنين، حتى تكونت فيما بعد الذرات اللي هي العناصر الرئيسية، وليست جميعها، بل مثل ما تكلم الأخ جان قال لك الهيدروجين والهيليوم، الهيدروجين والهيليوم، ولكن الفضل لوجودي ووجودك ووجود الكائنات حزر فزر. على فكرة اليوم أحد، والمسيحيين يحتفلون مع احترامنا لإخواتنا المسيحيين باسم الأب والابن. لا يحتفلون. بس دقيقة واحدة يا رياض، على أول ميكروفون شوي يتبعدوا على طرف لأنه ضغط على كل العبارات. الميكروفون هون بدك يعني؟ أو هون؟ ملحد شجاع البغدادي، مشان لازم يشوفوها هذه. ملحد شجاع البغدادي، برافو، ويل دان. طيب، فهم شو بيقول لك؟ عم بيحتفلوا، بيقول لك بسبب قيامة المسيح عطى لك الحياة. انت ما يعني دائما بتسمعهم هيك بيقولوا لك انه بفضل قيامة المسيح من الأموات بالعراقي عند يام زين، عند يا حلاق، أعطاك الحياة الأبدية. لكن بالحقيقة من ناحية علمية، اللي أعطاك الحياة هي النجمة اللي احنا شو نسميها بالإنجليزي، هذا النجم الضخم الذي يتفجر، سوبر نوفا. عفارم عليك، برافو. السوبر نوفا تقدر تعتبرها مثل الفرن الضخم، درجات حرارة مرتفعة هائلة جدا. قبل ما نصل لسوبر نوفا، يعني النجم الأول، خلينا نقول بعد الانفجار الكبير لحتى شكل الذرات، والنجم الأول أخذ 300 مليون سنة. نعم. كيف كان النجم الأول، أول نجمة، أول ما طلع الضوء، مثل على قولة المسيحيين said light let there be light whatever. بصراحة أنا العبارة تطلي مظبوط باللاتيني، فيات لومينوس، فيات لومينوس، let there be light. طبعا بعد الانفجار العظيم كان هناك 4 قوى رئيسية، وهذه الأخرى ولو الفارق الزمني بينهم هي أجزاء من الثانية، لكن
هذا موضوع أيضا ممكن أن ندخل فيه بعدين، بس تكونت لنا القوة الجاذبية the gravitational force، وقوة الكهرومغناطيسية، وقوة ما أعرف كيف يترجموها بالعربي the weak force، القوة الضعيفة، and the strong force، and the strong force. كيف تقول القوة قوية، القوة القوية. أي. ومن بعد هيك شو صار في عندك؟ مفكرين انه البعد الزماني والمكاني اللي بيسموه الزمكان ايضا يعني تكونت تدريجيا مع هذه القوى الاربعة. وبعد ذلك لدينا ايضا مادة مجهولة لحد اليوم اللي يسموها المادة الظلماء بالانجليزي dark matter. وهناك ايضا ذا كوزمولوجيكال، انا بتمسخر على كلمه كوزمولوجيكال كونستانت لانه بتذكر مين، بتذكر هيثم طلعت اذا انتم متابعين. وبدي اقولها مع احترامي، مع احترامي لاخوتنا واصدقائنا من مصر، بس بدي اقولها باللهجه المصريه كيف بيقولها هيثم كوزمولوجيكال كونستانت. الكوزمولوجيكال كونستانت دي هي ايضا بعلاقتها مع القوى الطبيعيه الاخرى. ارجع عيدة، والله ارجع عيدة بعد اذنك. ذا كوزمولوجيكال كونستانت. صحتك بصحتك، لازم نشرب عليها. هذا دكتور الحيض والنفاس، تحياتنا للدكتور. دكتور اضراط. دكتور، ما هي الألقاب على أفا من يشيل، بدك باش مهندس، بدك دكتور، بدك بنشرتشي، كلهم موجودين. موجودة. بس بالنهاية يعني الشهادة الماجستير هي شهادة الدراط، الدكتوراه الدراط يعني. الدرجة الأولى بالماجستير هي لعدنان إبراهيم. ما بتعرف إنه هو عامل بحث حول كم كان سن عائشة حين بنى بها رسول الإسلام. بالضبط، بحث قيم بالفعل. هو كده الرسالات الماجستير ولا بلاش؟ بالضبط، للأسف الشديد. فيا سيدي، يا سيدي من لا أنت، عودة إلى سؤالك، فهذه القوى الطبيعية ساهمت في، وهي كلها تأخذ فترات زمنية طويلة، أصبح في عندك الأبعاد الثلاثة المكانية والبعد الرابع الزمني اللي احنا نقول عليها اختصارا الزمكان. وبفضل هذه التطورات التي حدثت تم هنالك تكتل، وهذا التكتل يولد لنا نعيد ونكرر E equals MC square بالإضافة إلى سرعة الضوء. هناك علاقة بين السرعة والزمن والمسافة. كنا دائما في درس الفيزياء بنعمل لك مثلث حتى نتذكر كيف أنه السرعة تساوي المسافة في الزمن، وهاي قسمة هاي وهاي ضرب هاي. نفس العملية هذه تتكرر من جديد حتى تتكون لنا أول الذرات البسيطة الهيدروجينية والهيليوم، وتدريجيا لأن الهيدروجين جدا بسيطة، هي من أبسط الذرات. ومع تكتل المادة الجاذبية أيضا تلعب دور في تكتل المادة، والكوزمولوجيكال كونستانت تلعب دور في الدفع. في عندك مط وشد، عندك شد ومط، مط وشد بنسب معينة حتى توصلت المواد إلى التكتل على مثل ما قال أخونا جان 300-400 مليون سنة من بعد الانفجار، يعني 300-400 مليون سنة من بعد الانفجار. وهيك صار عندك الغازات، وهذه الغازات تتمحور حول البعد الزماني والبعد المكاني وبالإضافة إلى الجاذبية تتقلص. وبفعل قوانين الفيزياء، اسأل حالك لما بتعمل فقاعة ليش بتطلع الفقاعة مدورة وما بتطلع الفقاعة مربعة؟ ليش ما ما بيقول لك انه الله عملها بايده، الله صنعها بايده، ما بدهاش المسألة الله، ولا بدها ملاك، ولا بدها اي شيء من هي نقول عليها خاصية المادة. وبسبب ان 1+1=2. شو يعني 1+1=2؟ يعني الله نفسه ما بيقدر يتدخل ويعمل لك 1+1=7. ما بيقدر. يعني انه بدك تحط الله بالمعادلة او ما بدك تحط الله بالمعادلة، رح تطلع النتيجة هي هي. لازم قانون
يكون حسب خاصية المادة، واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني حتى ما ندخل بالتفصيل الممل، أنه هذه القوانين تسببت في إحداث أول تكتل غاز اللي هي تصبح من بعدها نجمة، شمس والشموس تتجمع بسبب الجاذبية والعلاقة اللي تربط بيناتها، وقوانين إسحاق نيوتن والقوانين النسبية التي اكتشفناها فيما بعد، النسبية العامة والنسبية الخاصة General Relativity، وتتكون من بعد ذلك المجرة. تمام أخي رياض. يعني هون نحن وصلنا لأول نجمة، ومن المعروف يعني أغلب العناصر الموجودة بالكون المعروف هي 92 عنصر على ما أظن، يعني بالتحديد 92 عنصر تشكلت ضمن هالنجوم، هاي النجوم الكبيرة اللي انفجرت اللي سميناها سوبر نوفا. حكينا على السوبر نوفا، شو بتساوي، شو كيف تطبخ المعادن، طالع المعادن من هيدروجين وهيليوم، يعني الحديد هاي اللي يسموها بالإنجليزي إن أنزلنا الحديدة تنزيلة، بس قالوا بهلول إن نزلنا الحديدة نزلناها بالمشمش. شايفت سوبر نوفا هاي، تفضل. سوبر نوفا باعتبار أن هذه المواد الطاقة هائلة متكتلة، يعني نضرب لك مثال، البشر قدروا من خلال القوانين هذه البسيطة E equals MC square ملغرامات بحجم علبة الكبريت، ملغرامات من الطاقة، ملغرامات من الطاقة أو الكتلة بحجم علبة الكبريت يفجروا لك مدينتين، ناغازاكي وهيروشيما في الحرب العالمية الثانية. احنا هون ما عم نحكي عن مجرد ميليغرامات، احنا عم نحكي عن كمية هائلة اكبر بكتير، مضاعفة عشرات المرات، التي تكتلت في مكان واحد، والتي يسمونها العلماء هذا لها تسمية The Violent Relaxation. هاي كيف بدك الترجمة بالعربي ما بعرف، بس بيقولوا عليها The Violent Relaxation و نيوكلير فيوجن. نيوكلير فيوجن اتحاد الذرات مع بعضها، وعندك بالمقابل درجات حرارة مرتفعة كبيرة جدا تساعد الذرات على الالتحام والجزيئات على الالتحام، ومن بعد ذلك وبظروف وأسباب ومسببات أخرى تصل المرحلة إلى هذا الشمس العملاق. هذا الشمس اللي احنا نسميه السوبر نوفا هي عشرات الأضعاف أكبر من الشمس التي في مجموعتنا الشمسية هذه اللي نشوفها كل يوم. الشمس هي أيضا تعتبر نجمة. بلا ما أطلع على حديثك أنت، السوبر نوفا هو الانفجار الشمس ذاته، مو الشمس ذاته اسمه سوبر نوفا. انفجار الشمس، أي عشان توضيح لأصدقائنا، تفضل. حتى ما أي مزبوط الحق معك، أنه الانفجار لما بيحصل بيسموها سوبر نوفا. بالضبط بس the giant star ممكن نسميها بالإنجليزي the giant star قبل الانفجار، يعني الشمس العملاق أو الشمس الضخم. بالضبط. فهذا الشمس العملاق الضخم تقدر تتصورها مثل الفرن، وهذا الفرن عنده بداخله ذرة الهيدروجين. الهيدروجين شو إيجابيات هذه الذرة؟ إنها مثل الصمغ. حتى نقرب لك المعنى كوسيلة إيضاح، تخيل أنت بدك تعمل اون فرانسي بريكولاج، يعني تعمل فنيه بدك تلزق ورق وبدك تلزق كرتون وبدك تعمل بتعوز صمغ. شو هو الصمغ الطبيعي اللي موجود في الطبيعه؟ هذا الصمغ الطبيعي هو الهيدروجين، لانه بيقدر يتعامل مع كل الذرات تقريبا، بيقدر يتعامل مع كل الجزيئات الذريه، فهو مثل الصمغ. وهون وين موجود الهيدروجين؟ موجود في الشمس، والشمس عم بنقول عليه عملاق ضخم. طب مسببات ثانية وتفاعلات كيميائية وفيزيائية في نهاية المطاف وفي نهاية العمر ينفجر هذا الشمس العملاق، ومن هنا التسمية مثل ما تفضل أخونا السوبر نوفا. فهذه السوبر نوفا ولدت لنا عناصر. شو هو أهم عنصر اللي أنا وإنت بنحتاج إليه؟ هو عنصر الكربون. نحن ككائنات حية على سطح الكرة الأرضية نعوز بنحتاج إلى عنصر الكربون. هل ممكن أن يكون في حياة على
كواكب أخرى في هذا البحر المحيط من المجرات المتعددة والملايين المليارات؟ يعني إذا بدك تعد الكواكب اللي موجودة في هذا الكون الفسيح، انت هذا اللي بيقول لك روح عد أمواج البحر، أو في وعد أضرب من هيك، روح عد حبات الرمل اللي على شاطئ البحر، حبات الرمل الكريستال الصغيرة هذه، وكمان لسه بعدك ما وصلت لي. فهو السؤال طبيعي انه هل ممكن يكون في هناك حياة انتليجنس، يعني حياة في الجواب الشيء اكيد ممكن، ممكن قوي، وما حدا بده يستغرب ان كان في هناك حياة اخرى في كواكب. يا ترى هل هم ايضا يعتمدون على الكربون؟ ربما، ربما لا يعتمدون على الكربون، ربما يعتمدون على عناصر كيميائية اخرى تختلف تماما عن حياتنا نحن. وهم يمكن حيقولوا لك يا ريت لو كانت الثوابت الكونية شوية مختلفة أكثر من هيك كان صارت أحسن، عكس كلامنا تماما، يعني عكس إنه إحنا بنقول كل شيء معدود بالمليمتر حتى أنا أكون موجود في نهاية المطاف. طبعا هذه فلسفة باطلة من أولها. المهم بس ما بدنا نتشعب. فهذا جواب على سؤال أخونا جان، انه الانفجار السوبر نوفا اعطانا العناصر الكيميائية المطلوبة، واهم عنصر هو الكربون، حتى سمحت الظروف، واحنا نقول ظروف، لنشأة الحياة على الكرة الارضية المعمورة. طيب نحن وصلنا مرحلة اول شمس، خلينا نرجع بعد الشموس الاولى، يعني الله لما المعروف درب التبانة طريق ميلكي واي او ميلكي واي بسموه بالانجليزي للمجرة درب التبانة، هي من المجرات الاولى اللي نشأت بعد البيج بانج. والمعروف نحن شمسنا والمجموعة الشمسية هي غبار من احد الانفجارات الكبيرة، من الشموس الكبيرة. احكي لنا كيف تجمعت الشمس، هي صارت شمس، والكواكب اللي حواليها كيف صارت العملية هي، حتى بعد هالانفجار من غبرة بسيطة، كلها غبرات يعني ذرات متناثرة هون وهون، تجمع صار الشمس، وصار في طاقة، الشمس عم تحترق وحواليها كواكب، صار حياة على الأرض. سؤال ممتاز وسؤال جميل، بس بدي أقول بالنسبة للناس اللي لا تعترف بالعلم وتشكك في العلم، بدي أقول لك إذا أنت حابب أنك تشوف مجرة أو مجموعة، آسف مجموعة شمسية من كواكب يعني تتكون أمام عينيك، ما عليك سوى أن تذهب إلى أقرب رصد فلكي قريب على الرقعة الجغرافية اللي أنت فيها، ومن خلال التكنولوجيا والهابل سبيس تلسكوب، يسموه ذا هابل سبيس على نسبة إلى العالم الجليل أدوين هابل الذي اكتشف عام 1928 كيف أن المجرات والكواكب تبتعد بعضها عن بعض بسبب اكتشاف توسع الكون The Inflation. فتستطيع اليوم مشاهدة مجموعة شمسية تتكون أمام عينيك، يعني هذا يعتبر دليل معاينة أو دليل مشاهدة. والشيء الذي يخلي الواحد يقول واو واو أنها، تعرف أنت السنين الضوئية، يعني أبسط مثال على الفترة الزمنية لكي تصل لك الشعاع الضوئي الفوتونات هذه من الكون الفسيح، نضرب مثل بالشمس، الشمس العادية اللي نشوفها كل يوم، هذه الشمس أنت تراها بسبب الأشعة الضوئية، الأشعة الضوئية تحتاج 8 دقائق لكي تصل من الشمس إلى عيناك في الكرة الأرضية لكي تشاهدها، يعني بينك وبين الشمس 8 دقائق. لما يقول لك الشمس قد غربت، يعني غربت الشمس، حذر فذر، هي الشمس غربت 8 دقائق قبل أن تقولها، يعني كل مواعيد أذان المغرب طلعت غلط. المهم فنفس الشيء أنك أنت عم بتشوف هذه النجوم البعيدة في الكون الفسيح، أنت عم بتشوف الماضي، أنت هنا تلقي نظرة على الماضي الفسيح كيف كان قبل الديناصورات
وقبل الانفجار الكامبري وقبل وقبل وقبل. انت مفكر انه هذه النجمه اللي تشوفها هنا عم تشوفها هلا يعني بلحظتها مثل ما انا هذا البرنامج لايف؟ لا مش لايف، انت عم بتشوف تاريخ 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 بعيد جدا جدا جدا، ويمكن اللي عم بتشوفه هلا بطل موجود. يعني النجمه اللي بتشوفها بالسماء هي هلا موجوده لانك انت عم بتشوف ما كانت عليه قبل ملايين السنين الضوئيه، لكن ربما اليوم هذه النجمه لم تعد موجوده، خلاص انفجرت وراحت وانتهت. إضافة لكلامك أخي رياض، يعني حتى أنت حط إيدك قدام عينك، فما أنت ما عم تشوف إيدك مباشرة، أنت عم تشوف إيدك بسرعة الضوء اللي طلعت الضوء من إيدك لعينك. يعني في صحيح في فرق زمني كتير بسيط، ولكن في فرق، يعني ما عم تشوف مباشرة. فحتى حط إيدك قدام عينك، الوقت اللي بيستغرق الضوء من ايدك لعينك هو في هالفرق هذا عم نشوفه بالماضي. مزبوط حكيك 100%. والشغله الثانيه حتى نضيف على تعقيبا على المثل اللي ضربته، نحن بنحلل الامور ميرسي كثير لهالعقل اللي برؤوسنا. العقل شو بيعمل؟ بيستلم الصوره مقلوبه بالشقلوب، على فكره العين بتشوف بالشقلوب، بس بعدين بتوصل للمخ ويرجع المخ يعدلها ويعمل عليها تحليلات. انت بتعرفوا يا جماعة انه البيبي الطفل المولود لسه جديد، ما بعرف مين قال لي، واحد من الدكاترة المختصين البيدياتريس قال لي بيشوفوا الاشياء مثل الاسد وابيض، وبيشوفوا اشياء غريبة عجيبة، وما بيفهموا نص الاشياء اللي عم بيشوفوها ما بيفهموا. فانت يا بابا ويا ماما اللي بتضيعوا وقتكم كوكو كوكو نو نو نو، انت هو اصلا ما بيعرف انت مين اصلا شو انت، وبيشعر فيك، ربما يشعر فيك او يحس فيك، لكن ما بيعرف الشكل، الشكل قدامه مغوش لانه المخ بعده ما عم يعمل الاكتساب بالخبره، احنا نسميه اكتساب، اكتسابات واكسبيرينس. فنفس الشيء بالنسبه للمجموعه الشمسيه، هو غبار كوني، يمكن يسموها ذا نابولا، نابولا او نابولا بالانجليزي. القوة الطبيعية والقوة الفيزيائية، وبسبب القوة الطردية، انتم مفكرين انه المجموعة الشمسية مثلا مستقلة؟ لا، هي ليست مستقلة. انتم مفكرين انه الشمس ثابتة؟ صح، احنا بنقول انه الارض بتلف حول الشمس، لكن guess what، الشمس عم بتلف حوالين درب التباني، وكل شيء بيدور مع كل شيء. اعتقد هذه يسموها بلغه العلم، بيسموها ذا انجولر مومنتوم، اللي تعبت كثير لاشوف شو هي الترجمه باللغه العربيه. بعد جوجل، الجوجل عم بيقول لي الزخم، الزخم الزاوي، في هيك حكي الزخم الزاوي؟ ده ابني مين ده؟ ساندويشي، هاي ساندويشي ولا شو هاي؟ ده ابني مين ده؟ من اي قبيله؟ هذا ابن عم الخنفري. المهم فخلينا بالمصطلحات الانجليزيه، لانه من اكثر الاشياء اللي بتتعبني لما تحاول تشوف مصطلح علمي والترجمه للعربي. ليش؟ هذا اكبر دليل على ان احنا العرب، وليس فقط العرب، وكل اخوتنا واعزائنا من القوميات اللي موجوده في هذه الدول التعبانه في دول العالم الثالث، متأخرين عن الركب الحضاري العلمي، أنه حتى المصطلحات يا بتلاقيها بالإنجليزي، يا بتلاقيها بالفرنساوي، يا بتلاقيها بالألماني. تعال هلأ بدك الترجمة بالعربي، والدرجة أنه العرب نفسهم مش قادرين يوحدون كمؤسسة علمية أو كهيئة على تعريف واحد. يعني كلمة علمية ممكن تلاقي لها كذا تعريف بالمجالات والأوساط العربية. تروح على مصر بيسموها أخي رياض، نحن ما بدنا المصطلحات هالأشياء، نحن بنحكيها بقصة كأسلوب قصة، يعني حتى ما بدنا المصطلح، نحن بدنا الفكرة، الفكرة كيف تشكلت المجموعة الشمسية، وخلينا المصطلحات نعيفة، يعني ما هي مشكلة كبيرة. هي لأنه بدي أشرح الأنجلر مومنتوم. والأنجلر مومنتوم، هلأ في واحد بده يقول لك شو هاي الأنجلر مومنتوم، بس انا حاقول اللي بده يعرف ممكن يراجع، والعم جوجل او الشيخ جوجل اعمل عليها سيرش وحتلاقي كل المعلومات اللي بدك اياها. فوفقا لقوانين الانجلر مومنتوم، ووفقا لقوانين اسحاق نيوتن، هذه الغبار الكوني يتمحور، وبسبب الجاذبيه
وبسبب ارجع واعيد واقول الكسمة، هو اللي عم بيشرب ما بدي اقول لا خلص، اول شيء خلص تشرب حتى ما تغص. الكسمة لوجيكال كونسيتانت هي اللي هاي بدي اعلق عليها كل مره، هاي بدي، هاي صارت عندي من الكلمات يعني، انا وعم بمشي في البيت والاولاد عم بيضحكوا يضحكوا يعني، حتى اولادي بلشوا يمشوا ويقولوا كسمة لوجيكال كونسيتانت ونحن نضحك نضحك بيناتنا. شاب البلية دي ما يضحك بصراحة، ما يضحك. فاتكونت الشمس واتكونت بقية الكواكب. وسؤال أنا هلأ بدي أسألك سؤال أخ جان، أنه يا ترى هل هي صدفة أن الأرض هو الكوكب بحكم المسافة اللي بين كوكب الأرض وبين الشمس، هذه المسافة فطبعا هيأت لنا الظروف المناسبة من أكسجين ونسبة حرارة معتدلة، يعني هذه النسب والمعايير لكي تظهر فرصة للحياة. طيب ما هو الحكمة من كوكب عطارد وكوكب الزهرة وكوكب المريخ وكوكب المشتري وكل هذه الكواكب الجارات اللي موجودة في، لو افترضنا شو عم تعمل هدول يعني؟ مالت عدد يعني، تشكيلة واسعة للزينة. أيوة ذكرتني بتكملة العدد، لأنه إحنا كان أيام النظام المقبول تجي بيك أب شاحنة يقول لك تعال اركب، ولو إخراص ولا تعال اركب، يقول لك خير يا سيدي أنا عملت شيء يا سيدي، يقول لي لا بس تكملة عدد مطلوب، إحنا نجيب 20 شخص وأنت رقم 20 تعال اركب. إيه بس بدي أروح أقول لأبي لأمي طز فيك وطز في بيك تعال اركب. إيه تكملة عدد بالضبط، تكملة عدد. لكن هذا يعني سؤال ممكن نوجهها للصلاعمة والزومبيز والمؤلهة، أن كل همهم أن الله خلق الأرض مخصوص كرمال عيني وكرمال عيونك. ضبط الرياض في مسألة كمان يعني، هلا مثلا أنت حكيت على عطارد والزهرة والمريخ بعد الأرض، يعني هلا لو كان مثلا الشمس تبعتنا أصغر بشوي أو أقل حرارة بشوي لكانت الأرض مجمدة وكوكب الزهرة هي فيه حياة، ولو كان أسخن بشوي لكانت الأرض محترقة مثل الزهرة والمريخ هو اللي فيه حياة. فتجي حسب حجم الشمس وحرارة الشمس الطاقة، يعني مو بس حسب المسافة اللي تربط بين الشمس والكوكب، الكوكب المقصود يعني. مضبوط. وانت طبعا اكيد لقطت ليش انا سألتك هالسؤال، لان دائما وابدا انه الثوابت الكونية وخلقت هذا دليل على وجود الخالق وهذا دليل، فكر يا ملحد احترموا عقولنا. ها هو هذا ابسط مثال، تعال شوف المجموعة الشمسية هات لي تفسير لكوكب عطارد وزحل والمشتري، يعني الهك غير مقتصد. يعني أنا هلأ إذا بدي أبني سيارة مثلاً، أنا بدي أعمل لك سيارة حتى تتنقل من ألف إلى باء، أعمل لك سيارة لإلك وصير أبلش أعمل سيارة على يمينك وسيارة على شمالك وسيارة وراك وعربانة جيت وعربانة بصل، من شان شو هال يعني تبذير، هذا مثل التبذير، تبذير ما منها أي فائدة، ما عم تعمل شيء، بالعكس ممكن تضرنا. يعني تخيل لو كوكب مثلا على سبيل المثال نضرب مثل كوكب المريخ وصار فيه ارتطام مع جسم من الفضاء، خلينا نقول نيزك ضخم كبير عظيم ارتطم بكوكب المريخ وطلع من كوكب المريخ أجزاء متناثرة في الفضاء وجاية باتجاهك أنت باتجاه سطح الكرة الأرضية، هذه التطمت على سطح الكرة الأرضية حتسبب لك مثل الانفجار النووي، راح تعمل لك كارثة. وهذا نحن شو حصل رياض يعني هو موجود مجموعة الكويكبات بين المريخ والمشتري، هاي الكويكبات الصغيرة اللي عم تدور وكل كم مليون سنة بتطلع لك واحدة بتضرب الأرض، أو المشتري هو اللي بيدافع عن الأرض مثل ما بقولوا، يعني الديناصورات اصلا انقرضت من هالاصطدامات هاي يعني، فمو غريب جد مو غريب نهائيا هلا تلاقي كويكب من هالكويكبات الصغيره يعني بحجم ملعب
ملعب كرة قدم يجي يخبط بالأرض بنهي الحياة، بنهي الحياة بكل أشكالها يعني الموجودة، خصوصا الحياة البشرية خلينا نقول، أو الحياة الحيوانات الكبرى يعني، مو البكتيريا والحيوانات الصغيرة اللي ممكن يعني تلاقي ملجأ تحت الأرض تعيش منه حتى الجو يرجع طبيعي مثل أول يعني. بس انت بتعرف انه ليش هذه الكويكبات موجودة اخ جان مش هيك؟ ما بعرف السبب بالضبط يعني، إذا لا بتنوي لا لا، سبب قدام عينك بالكتاب مسجل عندك من الوحي، هذول جعلهم ايوه رجوما للشياطين، اسف سوري. ولو عندنا بالحلبي بيقول لك احرق حريشك. ايوه بالضبط. ممكن اقول لك شغله يا اخ جان قبل ما انسى، تفضل. لانه اذا رجعنا هلا انا اسف انه حنعيد الشريط ونرجع لاول الانفجار العظيم من اول وجديد، انه بيقول لك بعض الناس بيفكروا ان المساله كتير صعبه والمساله كتير معقده حتى تعمل كون مثل هذا الكون اللي احنا فيه. ذاك اليوم انا قاعد عم بحضر لك واسمع لك حلقه لعالم من علماء الفيزياء المشهورين في غنى عن التعريف، اسمه آلان جوث. آلان جوث، وآلان جوث نفس الشخص اللي بيستعير يعني الصلاعمه وعلم الدفاعيات المسيحيه، بياخذوا مقالات من عنده، بياخذوا مقالات من شان انه عم بيحاولوا يثبتوا ان للكون بدايه، نق كلام الفاضي علشان يحط لك فيها الله بالنص. لكن نفس هذا الشخص طرح فكره، وهي مجرد فكره لكن فكره ممكنه، لو افترضنا ان هناك كائنات متفوقه علينا بالذكاء، كائنات اللي احنا نسميها بالانجليزي aliens، وهذول الالينز متفوقين علينا بآلاف السنين، مئات آلاف السنين متفوقين علينا بالتكنولوجيا ومتفوقين علينا بأشياء كثيرة. يقول آلان جوث، أنت لست بحاجة إلى نسبة كبيرة من الطاقة، وإنما أنت فقط بحاجة إلى حفنة من الطاقة دونا عن الصفر اللي يسموها الطاقة الفراغية السلبية. أنت بحاجة إلى هذا اللي تكلمت عنه قبل قليل، The Angular Momentum. أنت هو كلها تقريبا هذه النسب وهذه المعايير تقريبا تساوي صفر. إذا جمعت كل محصول الطاقة اللي موجود في الكون السلبي، ذات الشحنة السلبية وذات الشحنة الإيجابية، يتولد عندك النتيجة قريب الصفر دونا عن الصفر. إذا جمعت الجاذبية وكل القوى الأربعة مع بعض تعود إلى نقطة صفر. يعني أنت فقط تحتاج إلى تكنولوجيا مثل ما يقول آلان جوث، أنك تفصل بين الشحنة الإيجابية وتفصل بين الشحنة السلبية، وهم لحالهم تتولد منهم وفيهم القوانين الطبيعية بتيجي لحالها، وهاي القوانين الفيزيائية بتتكون. على فكرة القوانين الفيزيائية لم تكن هكذا منذ البداية، القوانين الفيزيائية تطورت تدريجيا مع الوقت ومع توسع الكون. مش مفكرين انه بعض الناس ان هناك عالم غريب تجريدي منحوت على الصخر، قانون فيزيائي لاينشتاين او قانون فيزيائي لنيوتن حتى العالم يمشي وراه، مثل ما بيطلع لك هذا المهرج اللي اتمنى يكون عم بيسمعني هلا، باسل الطائي، اذا سامع فيه باسل الطائي، فيزيائي معروف، وهو كمان من العراق اعتقد، هو من مدينة الموصل، بيقعد يتفزلك ويقول لك طيب هذه القوانين الفيزيائية من وين اجت؟ مين عم بيمشي هذه القوانين الفيزيائية؟ عيب عليه انه هو بروفيسور، وما بعرف كيف انه هو بروفيسور جامعي في مادة محترمة مثل مادة الفيزياء، وعم بيعلم الناس وعم بيعلم الطلاب انه الله هو السبب. قلت له، كتبت له تعليق، اذا انت رجال وزلمة وابضاي اكتب هذا في رسالة علمية وابعثها لأكسفورد، او ابعثها وشوف كيف حتصير مسخرة، شوف كيف حتصير مضحكة قدام الناس. فهذا بخصوص القوانين الفيزيائية، يعني هي ممكن تتولد بشكل طبيعي. وما بعرف إذا أنت بعدين أخ جان رح تسألني عن نظرية الأوتار الفائقة اللي هي سوبر سترينج ثيوري، يمكن هذا جاي بالطريق بعدين.
نحكي عن أنا كان بدي أسألك هاي، بس أنا كنت أعرج يعني على كم نشأة الحياة يعني، وأنا أظن وقتنا كثير ضيق، والعلم بده يعني مئات الحلقات مثل ما بتعرف. على كل حال، أنا أصدقائي فتحت السكايب وبدنا مشاركاتكم، يا ريت شاركونا. موضوع قيم وموضوع رائع، وأخونا رياض يعني ما مقصر، وطبعا نحن على حسب علمنا حسب ثقافتنا المتواضعة يعني، منا بنقول منا أخصائيين فيزيائيين ولا لنا أخصائيين علم فلك، ولكن نحن ملحدين كما يشير الأخ. تكلم تكلم حتى يروك. Atheist, bro. Atheist till we die, bro. Atheist. Well done, well done, well done. على كل حال أصدقائي، أنا فتحت السكايب، يا ريت تتصلوا فينا وتكتبوا تعليقاتكم وتشاركونا بالحلقة ونغني الحلقة. وموضوع بصراحة يعني أنا من زمان متمني أطرح الموضوع هذا، ولكن الظروف ما ناسبت وجت يعني فرصة. بس إجاني أظن تعليق من الأخ، ممكن نشارك معك سمحت، بس ما بعرف موضوع الكون بل الإرهاب الإسلامي. أخي جون فلسطيني، أنا بتأسف لك الموضوع. أنا بس شوي عن موضوع نشأة الكون وكيف تشكلت الكرة الأرضية والمجموعة الشمسية وهالقصص هاي، فبدنا نبعد شوي عن الإرهاب اليوم بس بهالموضوع هذا. فبتمنى من أصدقائي كمان يشاركونا يعني يتصلوا فينا. طيب أخي رياض، خلينا يعني بعد ما تشكلت الأرض ونحن بنعرف القمر يعني لما كان كوكب بحجم المريخ، لما صدم بالأرض وتناثر بعدين تجمع وصار قمر يدور حول الأرض. طبعا القمر له أهمية كبيرة في وجودنا كأشخاص موجودين كشكلنا الحالي يعني، بيأثر علينا. احكي لنا كيف بدأت الحياة على الأرض، خلينا نقول كيف تشكلت الحياة على الأرض. هناك فرضيات كثيرة حول كيفية نشأة الحياة على سطح الكرة الأرضية، وأيضا تعذروني على المصطلحات العربية، لكن أعتقد ممكن واحدة منها يسموها فرضية البلورات الكريستال في الطين أو في الحمأ، فهذه اللي يسموها crystal clay. Crystal clay. And it's a probability, it's a hypothesis. يمكن هذه فرصة جيدة لكي شوية الاختلاط، وكثير من الناس اللي ما يعرف يفرق بين نظرية في العلوم، نظرية علمية، وبين فرضية وكلمة نظرية لغوياً. فهذا أكبر خطأ يقع فيه نسبة كثيرة من أصدقائنا وحبايبنا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه يقول لك مجرد نظرية يا أخي، هي مجرد نظرية، بكرة بدها تنزاح، بدها تتغير، بدك واحد يجي يحط ويشيل ويقيم. لا، رجاء عرف كيف تميز بين النظرية العلمية وبين النظرية اللغوية التي تقال في الكلام المعتاد من يوم إلى ليلة. فالنظرية العلمية هي قريبة من الحقيقة، ولكن لأن الحقيقة ليست مطلقة بل يضاف إلى الحقائق في كل مرة بتحصل في اكتشاف، هذه حقيقة تضاف إلى مخزون الحقائق. نضرب لك مثل قوانين إسحاق نيوتن، كانوا مفكرين أنه هاي خلاص هي القوانين اللي بتتحكم في الكون كله. إجا من بعدين إجا أينشتاين، وكلنا بنعرف أنه وضع لك قوانين النسبية. هل السؤال نسخ يعني نسخت قوانين إسحاق نيوتن؟ الجواب لا، وإنما زادت له شمولية أكثر. يعني مثلا تشارلز داروين اتكلم عن الانتخاب الطبيعي، لكن تشارلز داروين ما كان يعرف الميكانيزم، ما كان يعرف الكيفية. بعدين اجت بالخمسينيات وبلشوا يحكوا لك بالجينات الوراثية، وصار التسمية اختلفت، بطلوا يقولوا نظرية داروين، بلشوا يقولوا لك نيو داروينزم أو الداروينية الحديثة المحدثة، نيو داروينزم. واليوم رجعت تغيرت التسمية من جديد، اليوم اسمها The New Synthesis. هل هذا معناته أن داروين خلاص انتهى وكله غلط؟ لا،
وإنما هي يضاف إلى الحقيقة، يضاف إلى الفهم، وتتوسع المجال أكثر. والنظرية يعني بعد المنهج العلمي، كلكم بتعرفوا المنهج العلمي، بلشنا هناك معاينة وهناك مشاهدة وهناك تجارب وهناك استنتاجات حتى تصل إلى نهاية المطاف إلى مرتبة النظرية. يعني شنو نظرية؟ يعني متفق عليها عالمياً بكل الأوساط الأكاديمية، هذا معنى النظرية العلمية. هلأ عم نحكي، تفضل أخ جان عندك سؤال أو شيء. بصراحة بشان ما في عندي سؤال بنفس الموضوع، بشان ما ننتقل للمرحلة اللي بعدها. السؤال هذا متعلق بالمرحلة اللي كنا عم نحكي فيها من شوي. في سؤال من الأخ أحمد الجوبي أظن، بيقول طبعا حلقة رائعة، راح أحاول أجمع أفكاري، عندي أسئلة كثير، لكن ما يدور الآن في ذهني هو هل الأرض بدايتها أو كتلتها جاءت من الشمس أو من مصدر آخر، وإذا أتكلم عن القمر أكون ممنون، مع أن هذا يحتاج وقت كبير أفهم ذلك، أريد فقط الفكرة. فهو هو القصد إنه هل الأرض الكرة الأرضية طلعت من الشمس، أو مثل ما بنعرف نحن الغبار هذا شو تشكل الكويكبات هذول الكواكب، خلينا نقول الكتلة الأكبر راحت للشمس، يعني على وتشرح لنا بشكل مبسط تفضل. نعم، الشمس هي تكونت أولا، والغبار الفضائي من بعد ملايين السنين من بعد الشمس تكونت الأرض، والأرض لم تكن بهذا الشكل الذي نحن نراه اليوم. وهذه إجابة أيضا غير مباشرة على الذين يؤمنون بنصية وحرفية سفر التكوين في التوراة، لأنه في سفر التكوين قسوت الله خلق الأرض أولا، ومن بعد الأرض خلق الشمس والقمر. وبالنسبة للنجوم حسب سفر التكوين هي كانت مجرد مصابيح، هيك اللمبديرة، مثل ما بنقول لمبديرة بتزين لك السماء. تحشيش يعني، أنا بظن أن اللي كتب النصوص الدينية واحد محشش، هيك عم بيشرب لك الأرجيلة، وثم خلق سبحانه وتعالى النجوم مصابيح دجى. وشو رأيك بهاي، حلوة عجبتك؟ ثبت يا عم، ثبت عليها. لا، في اقتراحات على فكرة، في اقتراحات بتقول يعني اقتراحات بتقول انه المصابيح مو بالزيادة عن المصابيح، هي مثل ما بقولوا رجم للشياطين، رجوما للشياطين. ليش يا الاخ دانيال؟ تفضل اخي دانيال. مساء الخير حبيبي جون، لك ولضيفك. مساء الخيرات. مساء الخير لجميع المشاهدين. علي سريع صديقي، وتشكركم على فتح باب المداخلة. نحن اليوم نعيش انا ملحد، وهذا الشيء ما بده تعريف. نحن اليوم نعيش بعالم متقدم حضاريا وتكنولوجيا، ولكن في اسئله دائما بتورد علينا مثلا كملحدين هيكي نوعا ما، بسبب انه العلم ما عم يمتلك اجابة خلينا نقول 100%. يعني حتى لو كانت الاجابة بنسبة 95%، العلم عنده مشكلة بهذا الموضوع، وهي الـ 5% تراحل على حضرتك توصلوا للضيف او على الضيف بشكل مباشر. كيف بدأت الحياة؟ يعني الكون عبارة عن فيزياء، كيف تحولنا من نقطة الفيزياء الى الكيمياء يلي هي الحياة كيمياء؟ والسؤال الثاني، هل يوجد أدلة على أنه نحن وحدنا بالكون أو ليس وحدنا بالكون؟ وسؤال ثالث، ما هو الوعي الإنساني بموضوع الكون؟ قديش نسبة وعي الإنسان بموضوع الكون أو بمعرفة أداء الكون؟ هذا كل شيء، وبتشكركم كثير حبيبي جون. شكرا دانيال، شكرا لك. أنا بس في عندي بدي أتصل في اتصال لأخ سعيد، بتمنى يرد علينا الأخ سعيد حالا. تفضل اخي سعيد. الو، انا اولا احب اشكر جدا استاذي رياض، يعني هو من الناس اللي انا فعلا بحب اتابعهم، بحب اتابع القناه بتاعته على اليوتيوب. يعني اولا كنت عايز اقول تعليق، هو انه لما تحكي لحد من الاخوه المؤمنين عن حكايه بقى الانفجار العظيم من 13.7 مليار سنه، وتكون المجرات والنجوم و
والقوانين الفيزيائية والكوزمولوجي، وإن الكوكب الأرض أصلا كان عبارة عن لافا، يعني ما كانش كوكب، بدأ تبرد بعد كده وتكون إنه تكون قشرة والمواد المنصهرة تنزل لباطن الأرض. الحاجات دي إزاي مش بتقنعهم؟ إزاي هما بالنسبة لهم الحاجات دي مجرد خرافات، بينما فكرة إنه اتعملت بطريقة سحرية أو اللي هي كون فيكون مقنعة أكتر بالنسبة لهم. يعني بحاول أتخيل لو إنسان اتولد بدون، يعني اتولد على الفطرة أو الفطرة الإنسانية، يعني فكرة إنه اتولد بدون أي مؤثرات خارجية وفي صحراء مثلا، وجبنا واحد عالم، جبنا مثلا أي واحد من علماء الفيزياء أو الكوزمولوجي، حكى له الحكاية بتاعت الكون وإزاي الكون اتنشأ علميا، وبعدين هل هيقتنع؟ يعني أكيد هيقتنع. أما ناخد نفس الشخص ده اللي اقتنع بالنظريات العلمية وبالحاجات بدون أي تدخل من فكرة وجود قوة مؤثرة، قوة عظيمة، وخدنا، لو خدنا الشخص ده وديناه مثلا لأي حد من عمرو خالد مثلا، وبدأ يحكي له عن حكاية البراق بقى أو الأساطير بتاعت تكون الكون، هيقول عليه أهبل أو هيقول عليه متخلف، يعني إنه إزاي بيؤمن قصص ألف ليلة وليلة أو حواديت. يعني ده بالنسبة لي هو التعليق بتاعي. لكن عندي سؤال، يعني أنا يمكن التخصص بتاعي أو الحاجات اللي بقرا فيها هي فيزياء أو كوزمولوجي، لكن ماليش فعلا في الأحياء، يعني علم الأحياء معرفش فيه قوي. فعندي سؤال من فترة، يعني أنا أعرف إنه بعد ما كوكب الأرض خلاص برد وابتدى إن هو يكون بحار ومحيطات وكده، بدأت الحياة، طبعا بدأت الأول ماء في الهطول، بعدين بدأت كائنات دقيقة في المية. الكائنات دي بدأت إن هي بتطلع غازات، تقريبا كان أكسجين، بدأ يتكون الغلاف الجوي للأرض ويبقى فيه هواء. الفكرة بقى اللي أنا بسأل فيها هو الكائنات البسيطة دي أو الكائنات الأولية اللي وجدت في سطح الأرض جت منين؟ يعني من أين أتت؟ هل يعني كيف أنشأت؟ كيف بدأت؟ أنا ما أعرفش بصراحة بدأت إزاي، فهو مجرد سؤال يعني محتاج أعرف الإجابة بتاعته. لو أستاذ رياض يعرف يا ريت يقول. أكيد. شكرا لك أخي سعيد، شكرا لك لاتصالك، شكرا شكرا، مع السلامة. شكرا، مع السلامة. طبعا هالسؤال هذا طرحه كمان الأخ دانيال. يعني عم تسمعني؟ عم تسمعني هيك ولا لا؟ ما عم بسمع، هيك لا عم لا تسمعني؟ أسمع شيئا. عم تسمعني؟ هل تسمعني يا أخي؟ يظهر الأخ رياض ما عم بسمعني، ف ما بعرف كيف ده حلها، يا ريت. طيب تفضل احكي. طيب انا راح ابعت له رسالة على الفيسبوك للاخ رياض، اشوف انه صار ما عم بسمعنا، خليه يفصل ويرجع اتصل. اخي رياض افصل واتصل. اخي رياض روح على الفيسبوك، كتبت لك رسالة. طبعا بالنسبة أظن الأسئلة اللي طرحها الأخ دانيال، وفي عنا دانيال كمان رجع، لا أنا ماني مسكر الصوت، أكيد الصوت هو مسموع لأنه أنت عم تسمعني فهو لازم يسمعني كمان، أنا الصوت ماني مسكره. أخي رياض، ما عم بسمع، ما عم بسمع. على الفيس، على الفيس كتبت لك رسالة على الفيس، فيسبوك، بوك. عيد. الفيسبوك. أوكي، فيسبوك، فيسبوك، يا. بالضبط، شوف الرسالة. يا ريت يا ريت الاخ دانيال يرجع يكتب لي، ما كان ما عندي قلم هون، انا اول مره بنسى حالي وماني حط قلم. يا ريت الاخ دانيال، في عندي اتصال من الاخ سال. اخي سال،
Yes. دقيقة واحدة بس، بدي أقول كلمتين للأخ دانيال. أخ دانيال، يا ريت ترجع تكتب لي الأسئلة هي على المسج على السكايب تبعتها، لأنه بصراحة نسيته، ما كان عندي قلم هون، أنا قلمي عم بدور عليه ما عم بلاقيه، فيا ريت تبعت لي إياه. تفضل أخي سال. أشوف الأخ عم تسمعني رياض؟ عجيب 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 قصة الصوت. طيب ما في شيء عجيب يا حبيبي، ما في شيء عجيب. تفضل اخي سعد، تفضل. والله اولا احب ان احييك على حلقه اخرى ناجحه. تسلم تسلم حبيبي، شكرا تسلم. لك دائما، واحب ان احيي وتشرف بالحديث مع الاخ الصديق امير البحث، وسماعي لاخ دانيال تو. ويمكن عندي حل للاخ سعيد. تفضل. اولا تحياتي لكم كلكم، الشخص اللي يعطي الفرصة انه keep his options open، الفرصة للسماع بدل التلقي والتلقي من الاجداد. فأقول للاخ سعيد، انا نسيت اسئلة الاخ دانيال. اخ دانيال، في سؤال من الاسئلة عم بيقول هل نحن وحيدين في الكون؟ والله لا، سؤال بدل جوابي انا so far، لحد الان لا في صوت، بس لحد الان ما في صوت. بس دقيقة سال، اشوف رياض، في رياض كمان ما راح. تفضل تفضل سال، سوري على لا 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 no problem. الوحيد نحن هنا. اكتشفت ناسا قبل سنين انه ممكن في خلايا، كما بدأت الحياة على الارض ممكن في خلايا على مارس. بس جواب للأخ سعيد اللي سأل قبل شوي، حبيبي يعني عندك نصف الجواب. يس، الحياة بدأت في الماء، في البحر، في خلية، وانقسمت هذه الخلية وخرجت إلى البحث عن أكسجين، غير الأكسجين المذاب، و سوري ما أقدر أجيب الكلمة بس. وبعدين بدأت الحياة تطلع للأرضية، بس كانت حياة بسيطة جدا، يعني خلايا. وفعلا كما قال الأخ شجاع أنه أخذت ملايين السنين. وأرجو لكل أخ مؤمن أن يسمع، يعني يعطي الفرصة لنفسه أن يسمع ما يقوله الأخوان. يعني صراحة أنا أشكر الأخ شجاع البغدادي يعني البحوث هذه، يطرحها بدقائق بسيطة الكل يتقبلها. جواب أقل للأخ سعيد، الجواب نصه عندك حبيبي، والنص الآخر هي العالم لحد الآن عم تبحث فيه. بس يس، بدأت من الماء. وشكرا لك حبيبي. شكرا لك أخي سال، بالضبط. يعني وهي يعني الناس لحد هلا العلم ما وصل لمرحلة يقينية إنه الحياة ابتدأت كذا. في أكثر من نظرية طبعا، يعني تحول الكربون إلى يعني البروتين وهالمسائل هي. انا بصراحه يعني ماني مطلع على كل النظريات، بس لحد الان ما في شيء يقيني. بس انا متاكد اذا ما عرفنا اليوم بكره بنعرف، يعني في كثير اشياء ما كنا نعرفها من 10 سنين هلا بنعرفها، وصارت حقائق ثابته. يعني بالنسبه للسؤال الاخ دانيال، انه هل نحن الوحيدين على، يعني هل نحن الحياة الوحيدة موجودة بالكون؟ بكل تأكيد أخي دانيال لا، يعني نحن لسنا الوحيدين. مهما كان علمنا قليل وما بنعرف، ما في يقين إنه في حياة تانية موجودة على كواكب أخرى أو مجموعات شمسية أخرى. بس متأكد 1000000% كم مثل ما بيقولوا علماء الفيزياء، لأنه قوانين الفيزياء هي واحدة. الأكسجين كما موجود هون موجود بكل هالنجوم هاي، الهيدروجين، العناصر، الحديد، الذهب، الألماس، كل العناصر، الألمنيوم، النحاس، الزئبق، كل شيء 92 عنصر موجودين بكل الكون. وقوانين الكون كلها هي القوانين الفيزيائية هي واحدة. ف يعني راح يكون شيء غير طبيعي إذا ما كان في حياة أخرى، وليست حياة واحدة. يعني مجرة درب التبانة اللي فيها تقريبا 300-400 مليار نجمة، وإذا أخذنا نصف النجوم هاي نقول حواليها كواكب،
يعني كل نجمة ثلاث أربع كواكب طلع لنا تريليون كوكب يعني. فما هو من يعني من المستحيل يكون كوكب الأرض اللي هو الوحيد بين بمجرتنا على الأقل فقط يعني أن تكون فيها حياة. أنا متأكد في حياة بكل أرقاع المجرة يعني. والمجرات كما تعلمون يعني المجرات الموجودة أقل شيء المكتشفة لحد هلا اللي بيعرفها الإنسان يعني أقل شيء 100-200 مليار مجرة، وكل مجرة تحمل مليارات النجوم. فحدث بلا حرج مثل ما بقولوا. أشوف السؤال الثاني للأخ دانيال. أخي دانيال، ما هو الوعي البشري بالنسبة للكون؟ هل هناك أكوان أخرى؟ بكل تأكيد يعني الأكوان أخرى أكيد موجودة، وفي نظريات كثيرة بتعرفها أنت. فالأخ جون الفلسطيني، ممكن أشارك قبل ما أرجع الأخ رياض؟ سوف أتحدث دقيقة واحدة عن موضوع الكون. تفضل أخي، أنا راح أتصل فيك. تفضل. تفضل جون. تفضل تفضل. سامعني؟ سامعك، تفضل. انا بس كنت اعلق على واحد صنعمي كان عامل موضوع الكره الارضيه مكونه من سبع طبقات، وكل طبقه بين الطبقه الثانيه. اسمعنا بس دقيقه واحده يا اخي جون. اسمعنا رياض، هل تسمعني رياض؟ ما عم بسمع ولا شيء. جون يا ريت بس اليوتيوب تطفي من عندك، لانه في كثير ضجة عم بيجي من اليوتيوب. تفضل تفضل كمل. بحب احيي الاخ رياض اذا كان بيسمع، بقول له انا من محبيك ومن متابعيك، وانت يعني بترد على الصلاعمه هذول الملاعين كلهم جهل وكلهم تخلف في كل المواضيع، على عمرو خالد ولا الصلعم السعودي ولا كل الصلعم. في واحد صلعم سعودي عامل كرة أرضية وقايل إيش إنه في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي في فتحتين، ظاهر إن هذا الراجل معدى جنسيا ولا شاب ولا ما بعرف، وبقول إنه يعني بين كل طبقة وطبقة من الكرة الأرضية، وهي سبع طبقات، بين كل طبقة وطبقة 60 كيلو متر، بين السماء والأرض 1000 كيلو متر. فمن وين جاي هالخرافات هذه؟ أنا ما بعرف يعني. يعني من وين بده يكون غير من نبيه الكذاب يعني، ودينه دينه الإرهابي. على كل حال، لو جعلنا الأخ رياض وصار يسمعنا، فأنا بتشكرك كثير أخي جون. وراح نكمل الاسئله مع الاخ رياض. اخ رياض ويلكم باك. شكرا حبيبي، واسف على هذا الانقطاع، صار في عندي خلل فني بالصوت. اظن احنا ما راح نقدر نكمل الموضوع يعني، نحن توقفنا عند تشكل المجموعه الشمسيه وما كملنا، فمحتاجين حلقه ثانيه. بدك توعدنا بحلقه ثانيه. من هالعين قبل هالعين. تسلم تسلم حبيبي. نرجع على أسئلة الأخ دانيال. هو كان السؤال الأول عم بقول هل نحن وحدنا في هذا الكون برأيك؟ أظن أنت ما بعتقد، لأنه مثل ما قلت لك، إذا بدك تعد وتحسب الكواكب والمجرات اللي موجودة في هذا الكون الفسيح، حتكون أكثر من حبات كريستال الرمل اللي على شاطئ البحر. يعني بدك تقول لي ما في غير هذه الشمس وهاي الكرة الأرضية بهاي بالعكس، أصلاً حتى الأرصاد الفلكية حالياً بيقولوا لك في هذا الزمن وجدوا بعض الكويكبات الشبيهة بالأرض، وجدوا بعض من خلال الضوء الذي يصل إلينا والريد لايت شيفت، والأطياف العلماء يستطيعون أن يستنبطون معلومات كثيرة جداً جداً فوق ما تتصورها فقط من حزمة من الضوء، من خلال حزمة من الضوء، فمن خلال رصدهم ليه مجموعات شمسية في داخل درب التبانة. أنا ما بحكي لك على المجرات والجالكسيز الأخرى في هذا الكون، ولكن من داخل درب التبانة وجدوا شبيهات بالكرة الأرضية، أحجام شموس وأحجام نجوم تشبه نوعا ما
المعطيات اللي عندنا هنا في هذه المجموعة الشمسية تعيدنا احنا. ففكرة انه وهذا يرتبط بسؤال ثاني كنت عم تسألني اياه بخصوص نشأة الحياة على سطح الكرة الأرضية. واحدة من هذه الفرضيات اسمها بالإنجليزي بام سبيرميا، يعني انه اليوم بعض النيازك وهذه الكويكبات الصغيرة الفضائية وجدوا عليها مكونات عضوية، مكونات عضوية اللي هي تشبه أساسيات المكونات العضوية اللي في الدي ان اي وفي الار ان اي وفي هذه الأشياء التي تخصنا نحن، ولكن ليست على الأرض بل في نيازك وكويكبات أخرى من الفضاء. يعني هذا شو معناته الحكي؟ معناته ممكن أنه يكون في هناك بدايات نشأة ظهور حياة في كواكب أخرى في المجال الفضائي الفسيح. كوكب المريخ نفسه الجارة يعتقد أنه في يوم من الأيام كان هناك مياه، والمياه عامل عنصر كيميائي مساعد لظهور الحياة كظروف مساعدة ومعطيات لظروف نشأة الحياة. فربما من يعلم أن هناك حياة ميكروسكوبية مجهرية في يوم من الأيام على سطح المريخ. ومثل ما تفضل جان رابلك مثلا هناك صخور ترتطم على المريخ وهذه بدورها تنتشر في الحزمة اللي موجودة بين المريخ وبين الشمس وبين الأرض، وممكن بكل سهولة أنها تصل إلى الأرض وهي تحمل لك بدايات هذه الجسيمات. إذا كل ما أنت بحاجة إليه هي جسيمات جزئية عضوية تستطيع أن تستنسخ نفسها، ليس بالضرورة أن تكون معقدة بدرجة الـ RNA، ليست بالضرورة أنها تكون معقدة بدرجة الـ DNA. ممكن نضرب لك مثال ولو بسيط حتى يقرب المعنى. ليش ما تشوف الكريستال والأحجام الهندسية التي تتشكل من الثلج وتأخذ عينة من الثلوج أو الثلج وتضعها تحت المجهر، راح تشوف أشكال هندسية جميلة جدا لا تعتمد على صانع ولا تعتمد على جهة خارجية، وإنما هي بسبب الظروف الفيزيائية والمعطيات الطبيعية تسببت في ظهور مثل هذه الأشكال الهندسية في البلورات وفي الكريستال وفي الثلوج بدون تدخل خارجي. نفس هذه الفكرة ممكن تطبقها على الريبليكيترز من الجزيئات العضوية يسموها أبيوجينيسيس، هذه الانتقالية من الجماد إلى الحياة يسموها علمياً أبيوجينيسيس. فهذه يعني بشكل مختصر، أنا آسف على الإطالة طبعاً أخجانا عندك أسئلة. بالضبط، شكرا كثير لك اخي رياض. بس على هو في الصوت الجديد جيت لنا فيه مثل كان واحد عم بحكي بالحمام، فاذا في عندك طريقه تصلحه. طبعا في سؤال ثاني للاخ، في اسئله ثلاث اربع اسئله هو طرح، وسؤال كثير عجبني بصراحه، ليش ما تطورنا لثلاث اجناس؟ يعني هو عم بيقول انه بما انه هي مساله تطور، ليش ما الانسان تطور لثلاث اجناس؟ أنا في عندي هون يعني طبعاً راح أخلي لك الرد الأكبر لك أخي رياض، بس عندي رد بسيط يعني جواب، إنه هو حالياً يعني في مجموعة من البشرية، مجموعات بشرية انقرضوا، يعني من ضمن البشر انقرضوا، ولكن الإنسانية حالياً يعني في مرحلة تطور أخرى، يعني نحن نتطور من البيولوجيا إلى التكنولوجيا. يعني ما نتصور في المستقبل يعني البعيد شوي نتحول إلى كمبيوترات، نحن كأشكال بيولوجية أحياء نتحول إلى تكنولوجيا، نتحول إلى كمبيوتر. يعني أنا مثلا كجان برو كل ذاكرتي وطباعي وكل شيء أحطه في برنامج أضعه في كمبيوتر أو رجل آلي مثلا، ممكن يتم جان برو الى الابد يعني، وكل كلياتنا. فممكن جدا انه ينقسم الجنس البشري الى قسمين، جنس طبيعي وجنس تكنولوجي، او يتجه الجنس البشري كاملا الى التكنولوجيا، وهذا يعني التوقع الاكبر عند العلماء الفيزياء اظن.
تفضل اخي رياض اذا في عندك. الحق معك خي جان، كيف الصوت؟ بشرني هلا شوي احسن الصوت؟ صوت رائع، رجع كما كان، تفضل. ممتاز ممتاز، انا اسف طبعا، اكرر اسفي، ما بعرف شو صار بالكمبيوتر بس هاي اشياء متوقعه. المهم بالنسبه للاجناس مثل ما تفضل خيي جان، وهذا تماما ما حدث تاريخيا، انتم تسمعون بانسان النياندرثال مثلا، انسان النياندرثال يختلف عني ويختلف عنك تماما، هو لا يعتبر مثلنا رغم انه يشبهنا. يعني اذا هاليوم بيقول لك مشى انسان نياندرثال في الشارع لابس هدوم مثلنا، لابس قميص وبنطلون، ما راح تعرف تميزه ولا راح تعرف تقول يعني تفتكر على انه هذا من غير فصيله، من غير لا 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 لا, لا. هذا وجد 400 الى 500 الف سنه قبل ظهور الانسان الحديث وقبل الانسان النياندرثال. كمان في جنس اخر من البشر اللي كان اسمه الهومو ارغاستر، الهومو ارغاستر. طب هذا كمان يشبه الإنسان ولكن ها عنده شوية خصائص، الظهر المحدب، كثرة الشعر، يعني يشبهني، شايفين الشعر على إيدي، هذه كلها جاية من جدي الهومو إرغاستر. فمن قبل الهومو إرغاستر كان في عندك الهومو إركتس. اتصال مو تفضلوا على وقت محمد؟ على وقت علي صوتك لانه مو مسموع، تفضل. مساء الخير. مساء الخير، اهلين محمد. في حال يوجد بشر في كوكبنا. تفضل تفضل احكي كمل، عم نسمعك بس علي صوتك لو سمحت. اذا كان هناك بشر في كوكب اخر. اها. ماذا ستكون ردة فعل زغلول النجار؟ بهلول النجار قصدك؟ بهلول النجار. أو هم للأسف يعني أنا أعتقد يعني راح يطلعوا له مثل ما بقولوا فتوى، يعني من يأبه لهم، يعني من يأبه لهم أصلا، يعني لا بهلول وغير بهلول، يعني للأسف الشديد. يعني هل سيخرج لنا حديث أو آية؟ هو لا تتوقع شيء غريب يعني. خلينا نشوف رأي الأخ رياض. تفضل أخي رياض. إذا اكتشف العالم حياة أخرى، فما هي ردة بهلول النجار؟ ردة بهلول النجار إن الله على كل شيء قدير، وما حدش يقعد يحاسبه إذا هو بده يخلق بشر في كوكب تام. بالعكس، أنت إذا أنت مفكر أنك راح تستطيع أنك تحصرهم، فدائما هم مجهزين لك جواب، مهما كان هذا الجواب سخيف، ومهما كان هذا الجواب ما أعرف كيف توصفها، راح يطلع لك جواب في نهاية المطاف. أنا من رأيي أن وجود الحياة في كواكب أخرى هي من علامات أن أنت لست سبيشل، لأنه دائما الإنسان بده يحط على رأسه ريشة ويعمل حاله أنه هو أهم المخلوقات وأهم الكائنات. وحتى هدول اللي بيحاولوا يدمجوا بين نظرية التطور من جهة وبين معتقداتهم الدينية من جهة، بيقول لك أنه ما في فرق. لا، في فرق، لأنه أنت عم بتفكر أنه الله خلق كل شيء مخصوص حتى تصل إلى نهاية المطاف إلك يا إنسان، لأنك أنت سبيشل. لكن لما تبلش تشوف حضارات أخرى وتشوف بشر من نوع تاني وتبلش تشوف حياة انتليجنس في كواكب أخرى، إذا أنت أصبحت نقطة في بحر، أنت مش فد واحد مهم، ولا أنت فد واحد مركز عليه الله وجاعلك خليفة على الأرض، كله طلع كلام فاضي. هذه كتاب من الكتب اللي عندي تتحدث عن الأجناس بخصوص موضوع وجود أجناس من البشر على سطح هذه الكرة. احنا الآن لا نتكلم عن أجناس من كواكب أخرى، لكن خلينا هنا at our own backyard in our own home. هذه صور، انتم مفكرين ان هذا صور من وحي الفنان، ليست صورا من وحي الفنان، هذا إنسان النياندرثال والأرغاستر والأركتس بتعرف يا خي جان شو أحلى شيء عملوها العلماء اليوم؟
انت سامع بالفورنزك ساينس. الفورنزك ساينس لما بيأتي واحد اللي بيحاول يبحث عن جريمة، مرتكب الجريمة، ويجمع الأدلة، فمثلا الجثة تكون متحللة وما بقى من الجثة غير هيكل عظمي بس. فهو شو في يعمل لك؟ يرجع لك بقوانين الطبيعية الفسيولوجية والبيولوجية العضلات اللي بتغطي العظام واللحم والشحم والجلد والشعر، ويطلع يرجع لك الشكل الذي يعتقد كان هو شكل الضحية قبل الموت وقبل تحلل الجثة. هذه يسموها فورنزك ساينس. فطبقوا نفس هذا المبدأ على العظام التي وجدوها لإنسان النياندرثال، والعظام التي وجدوها للأجناس الأخرى، الهومو إرغاستر والهومو إركتس وغيرهم من هذه الهوموز، هومينين سوري يسموها الهومينين، ووضعوا عليها العضلات ووضعوا عليها الشحوم والجلود والشعور بشكل اصطناعي، ووصلوا إلى هذه الأشكال مثل هذا الشكل. يعني هذه إحدى الأشكال التي توصلوا إليها مثلا إنسان النياندرثال. شوف كيف يشبه الإنسان الحديث، لا تستطيع أن تميز بينه وبين الإنسان الحديث، شبهنا تماما، لكن يختلف عنك بالدي ان اي والحمض الوراثي، لان العلماء استطاعوا ان يستنبطوا الحمض الوراثي الدي ان اي من عظام النياندرثال ويعملوا مقارنه. فهذا وشكرا لك اخي محمد على مداخلتك. تحيه كبيره الى جان والى شجاع. شكرا حبيبي، شكرا. في عندي سؤال من الاخ فيصل بيقول ما هي اصل كلمه صلعم؟ أصل يا أخي كلمة صلعم هي من صلى الله عليه وسلم، فبدل ما نقول صلى الله عليه وسلم فبنقول صلعم، محمد صلعم يعني صلى الله عليه وسلم، اختصار لكلمة صلى الله عليه وسلم. في عنده سؤال ثاني عم يقول ماذا سوف يحدث إذا فعلا انفلق القمر؟ يعني أنا بجاوب جواب بسيط والأخ رياض رح يجاوبك. يعني إذا شلنا القمر حاليا، شلنا وكبينا برات المجموعة الشمسية حوالي الأرض، ما تم قمر، فالحياة أكيد رح تختلف كليا، رح يتم حياة بس الحياة رح تختلف كليا، يعني رح تطلع الحياة أخرى، مخلوقات تانية، قوية العضلات، الرياح راح تكون قوية أكثر بكثير من حاليا، لأنه جاذبية القمر هي بتحد من مسير الرياح السريعة. طبعا كثير من المناطق راح تكون كلها بحر. في عنا اتصال تاني من الأخ أحمد. أخي أحمد بس دقيقة خليك معنا، في بس الأخ رياض يجاوبنا. شو رأيك أخي رياض مسألة إذا انفلق القمر شو بيصير؟ الحق معك بكل اللي تفضلت فيه، وممكن أضيف عليها من وجهة نظر علمية، أنه قلنا قبل شوي أنه الله ما في يجمع 1+1 حتى يساوي 10 مثلا، فهناك قوانين فيزيائية متعلقة بين القمر وبين الأرض. الأرض عم بتلف هلا حوالين نفسها بسرعة معينة، إن زادت هذه السرعة أو قلت هذه سرعة دوران الأرض راح تختفي الأرض وراح تتفجر وراح تتدمر. هذه العلاقة الفيزيائية أيضا موجودة بين الأرض وبين القمر. أي شيء يحدث للقمر بشكل غير مباشر راح يأثر على الأرض أيضا، لأن هناك تناسب طردي في العلاقة الفيزيائية والجاذبية بين الأرض وبين القمر. فإذا انشق القمر يعني الله لازم يعطل الكثير من القوانين الفيزيائية بس حتى يشق لك القمر، وإذا شق لك القمر يعني بكل المختصر المفيد عم بيقلب لك مثلث إلى دائرة، اللي هي منطقيا لا يجوز، منطقيا لا يستطيع الله أن يخلق صخرة ثقيلة إلى درجة أنه لا يستطيع أن يحملها بنفسه. فهذه دلائل علمية ضد المعجزة من يقول لك بشق القمر، وهذا تخريف لأنها من أشعار امرأ القيس وانشق القمر، وانت شاعرنا حبيبنا بتعرف الشعر أحسن مني، شعر امرأ القيس. على كل حال معنا اتصال من الأخ أحمد، تفضل أخي أحمد. مساء الخير عليكم. مساء الخير تفضل. طبعا هو بالنسبة لانشقاق القمر إشاعة للإسلاميين تلك الفترة، إنه ناسا هي اللي صرحت إنه فعلا انشقاق القمر. الآن ناسا نفسها قالت إنه
ما في هيك شيء. انا الاخ رياض انه من بيئة يعرف انه بيئة شيعية، في بعض الكتب في الكافي ولا الكليني في هناك انه السماوات السبع كتب كثيرة ألفت في تفسير ذلك، انه هاي الطبقات انه في السماء السابعة عرش الله، انه في هناك في السماوات كل جزء البرزخ ولا الجنان ولا انه هاي السماء تبع يعني مالتنا السماء والارض هي السماء الاولى، وانه البشر لو مهما حصل لن يصل الى السماء الثانيه والثالثه كما هي موجوده بقصه الاسراء والمعراج انه اسرى. فالتفسير الشيعي عند الكتب شيء غريب، يعني موجوده كتب كثيره عن هذا الموضوع. يا اخي احمد بصراحه التخاريف بلاش، يعني ما هي مصاري، ممكن تحكي بكل شيء يعني ما راح تدفع عليها فلوس، فالكذابين والدجالين اسهل من مهمتهم، ما في يعني بيكذبوا، وللاسف الشديد يعني في مين مغيبين عن الواقع وعن الحقيقه، مغيبين يعني للاسف الشديد. طبعا في مراجع يالفوا هالكتب، انه حتى في بعض الكتب لمحمد بابر صادر اقتصاد يقول لك تدرس في أكسفورد. شو تعليقك اخي الرياض على أكسفورد؟ بس ده يا اخي احمد الموضوع يقول لك كيف تحكي على هالعالم الجديد، مين يوصل انا رحت تخريفه قصدك. تفضل اخي الرياض. رحت على أكسفورد وسألتهم لأكسفورد. أخي أحمد دقيقة واحدة أخي أحمد، بس مجرد سامع عنا. ماشي أخي أحمد، شكرا كثير لك، شكرا كثير لك أخي أحمد. تفضل أخي رياض. تحية أخونا أحمد، شكرا على مداخلتك ويانا بخصوص باقر الصدر. إيه رحت على أكسفورد لأن أنا كنت قريب على أكسفورد في فترة، كنت عايش في إنجلترا، وسألتهم على فلسفة وعلوم السيد الشهيد محمد باقر الصدر، فقلت له للبروفيسور الدين of Oxford University، excuse me sir, where can I find the special faculty of محمد باقر صدر؟ محمد open your chest، لأن لازم الترجمة بالإنجليزي، محمد open your chest، باقر الصدر. قال لي تروح أول الشارع تأخذ نهاية الفرع في واحد بنشرشي، هذا اسمه دكانة جراج محمد باقر الصدر، هناك بتلاقي كل المعلومات اللي بدك إياها. هاي أكسفورد، وهذا كان جواب من مشبرح، ولا أحد بيعرف شو يعني محمد باقر الصدر. قلت له هذه buy one get one free، بتأخذ محمد باقر الصدر بيعطيك ستيان ببلاش للمدام. على كل حال في اخي رياض، في عم بقول لي الكتاب اللي طلعته اسمه Human Evolution Story. يس يس عجبهم. لا في اخ ابراهيم عم بسال ابراهيم انه الاسم الكتاب، يا ريت تعرضه شوي، The Evolution Story او Human Evolution Story. الدكتورة اللي ألفت الكتاب هذه من أكسفورد، هذه دكتورة عن جد من أكسفورد، اسمها الدكتورة أليس روبرتس. دكتورة أليس روبرتس، واسمها The Evolution Story. وفي هذا الكتاب راح يأخذوا لك عينات من المستحاثات التي تم اكتشافها. المستحاثات تشبه هذه المستحاثة، يعني متحجرات، هذه المتحجرات هي للكائنات والأجناس التي سبقت الإنسان بفترات زمنية طويلة جدا. فبيأخذوا العظام، ومن هذه العظام يضعون عليها علم الفورنزيك ساينس. يعني شوف هذه الصورة مثلا، هذا بيشبه قرايبينا في حزب البعث العربي الاشتراكي، هذا واحد منهم اللي
هذا في شبه كثير منه لحافظ أسد أظن. ها ايه، وهذا جده اللي هون، هذا جده اللي هون بالنص. اين هو ميشيل عفلق؟ والله اللي يلعب ميشيل، ميشيل عفلق هياته هون، هذا ميشيل عفلق شايفيه هون، هذا مقرفص ومقرفص وعم بشخ. كتاب كتير حلو، كتاب كتير جميل، بنصح، موجود على الأمازون وموجود، بس فتشوا عليها على الإنترنت بتلاقوها. أخي رياض، أنت طلبت تكون الحلقة ساعة ونص يعني، ونحن ما بدنا نطول عليك وصارت ساعة ونص. يسلموا يسلموا حبيبي، أنا بس لأنه مرتبط، أنا بعتذر كتير بس لأنه مرتبط ولا وكان ودي أنا أضل معكم، بس أنا بخدمتكم أي وقت بدكم ياني، بس أنت أشر بإصبعك الصغير هاد وتلاقيني عندك على طول، من على رأسي من فوق. العفو حبيبي العفو، أنت معلمنا أستاذنا يعني، وأنا بتمنى وجودك بكل حلقة معنا بصراحة، ويعني مثل ما قلت يعني الحلقة بالفعل موضوع شوي متشعب، وموضوع بده يعني حلقات وبده تفاصيل وبده ديتيلز كتير. فتوعدنا بحلقة تانية طبعا، ويا ريت بس كلمة أخيرة تقولها للناس، وأسفين كتير يا شباب، نحن يعني الأخ أخ رياض مرتبط، ويعني مرة جاية بذلك نسوي ساعتين نأخذ منه نص ساعة زيادة. أحب أقول اتثقفوا وتسلحوا بالعلوم قد ما فيك، ادرس في مجال الكوزمولوجي. أنا ما عم بقول أنك تتخصص في المعادلات الرياضية الصعبة أو شيء، ولكن مجرد ثقافة عامة، الكتب موجودة وكتب كثيرة يعني. فمجالين أنا بنصح كل عقلاني وكل مفكر، حاول أنك تعطي وقت من فراغك لكي تتسلح بثقافة علم البيولوجي، علم الأحياء، وعلم الفلك الكوزمولوجي، حتى لما يطلع لك واحد مثل دكتور الحيض والنفاس وقاعد يقول لك الكوسمولوجيكال كونسيتنت، تعرف كيف ترد عليه وتعرف كيف ترجمه في محله. وهذه نصيحتي لكل الشباب يعني، الثقافة والعلوم والعلوم والعلوم. شكرا لك أخي رياض، وبالفعل يعني أنا أضم صوتي إلى صوتك أخي رياض، ويعني في ناس كتير من أصدقائنا إنه يعني حسب مجتمعنا لا يحبون القراءة بصراحة. أنا بقول لهالشباب هاي موجود آلاف الوثائقيات، فيديوهات وممتعات إلى أبعد الحدود، يا ريت تطلعوا عليها تشوفوها. وأنا بقولها دائما يعني بصراحة، ما في فرق بين الكتاب والوثائقي. صحيح. يعني المعلومة المهم تدخل بمخك المعلومة، ما يهم كيف تجيب المعلومة أو كيف تصلك المعلومة، المهم المعلومة تصلك. فأنا أشجع يعني في وثائقيات كتير وفي كتب كتير، يا شباب تعلموا تعلموا تعلموا، لأنه المستقبل الجاي مستقبل العلم يعني، انتهى عصر الخرافة والجهل، انتهى عصر فلان قال وفلان علتان عن 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 أمة عن عن ماتت، فنحن في أمة العلم. مظبوط، وانا بأيد حكيك 100% حبيبي، مظبوط حكيك، مظبوط. شكرا لك اخي رياض، شكرا لك اخي رياض، وشكرا لكم اصدقائنا، نلتقيكم في حلقه قادمه بكره الصبح الساعه 10 بتوقيت مصر، فانتظرونا غدا صباحا. شكرا لك، شكرا لكم اصدقائي، شكرا لك اخي رياض. شكرا احبائي، شكرا. سلام.